تهديدات بالتصعيد في حال عدم الاستجابة لمطالبنا، تصريحات وهتافات سادت اعتصام سائقي التطبيقات الذكية أمام هيئة تنظيم النقل البري الأحد في شفا بدران بالعاصمة عمان. لن نسمح أن نمرر هذه القرارات والشروط على ظهر الكباتن. هذا اعتصام كرامة لوقف هذه الشركات عن التغول على حقوق الكباتن. عندك النسبة بيوم واحد بعد الشروط بعد الموافقة هذا أصدروا نسبة جديدة ضريبة، وهي ضريبة مني أنا ومن المواطن على حسابي. أنت ماخذ نسبة 25 وهي زيادة عليك كثير عليك. تفعيل دور الرقابة للهيئة من ناحية تغول الشركات الواضح والصريح من قرارات وقوانين تعسفية باتجاه مقدمين الخدمة، وحل مشكلة التأمين بشكل رئيسي، حيث أن التأمين لا يغطي المقدم الخدمة أو الراكب من ناحية الإصابات والحوادث. السائقون قالوا إن شركة أوبر باشرت بتوقيع سائقيها على عدد من الطلبات الإلكترونية لتفويضها بنقل التصريح المعطل السائق من هيئة تنظيم النقل وتخصيصه لها، وهذا يسبب أضرارا فادحة لهم. وطالب السائقون المعتصمون بتخفيض نسبة الشركة من أجرة الطلب الواحد أو مشاركة السائقين بنسبة من ضريبة الدخل المفروضة عليهم بنسبة 16%. تحرير التصريح بعينيك انك تشتغل مع شركة معينة عشان انت تحصل رزقتك وتقدر تستفيد. الان الكباتن مش عارفين وين يوجهوا، مش عارفين وين يروحوا، في شغلات كثيرة صارت ضرتنا. اول امس بدونا مسج ما بتقدر تفتح التطبيق الا ما توقف. طب هذا الشروط اللي انتم حاطينها البنود، انا بدرس قانون، البنود هاي بحاجة الى يوم كامل وانت تدرس فيها. في ناس يجهلوا القانون، مع احترامي للجميع، في ناس بيجهل، بيجي عمره 60 سنة و50 سنة بيجي بيوافق على الشروط. طب الشروط هاي كلها مجحفة، بأي لحظة بتفصلك، بأي لحظة بيروحك. احنا بنطلب انه يكون في قانون عادل اللي هو يحفظ كحقوق الكباتن بشكل عام، يكون في عنا امان وظيفي، يكون في عنا ضمان اجتماعي، تأمين صحي معترف فينا قانونيا، ما في بلوكات تعسفية، ما في اي توجيهات من الشركات او تغول على مجموعة كاملة من الكباتن اللي هي شريحة كاملة 13 ألف. انت اضرب 13 ألف، هذول كل واحد عيلته 5 أو 6، يعني مجموعة كبيرة من الشعب الأردني تترزق بهذا الإشي. ونطلب مطالبة قانونية من هيئة قطاع تنظيم النعم ومن وزارة الاقتصاد الرقمي أنه توقف التطبيقات الغير مرخصة عن العمل، هاي بتضر التكاسي وبتضر المرخصين. وأكد المعتصمون على أنهم سوف يعتصمون أمام وزارة النقل وغيرها في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم. رامي العيسى، الحقيقة الدولية.